حضرات السيدات والسادة، أود أن أؤكد في الختام أننا في الحكومة لم نتعامل يوما مع الإصلاحات الهيكلية التي تعرفها بلادنا، وعلى رأسها ملف التعليم بمنطق سياسوي، بقدر ما كنا ولا نزال نستحضر القيمة الوطنية والتوجيهات الملكية السديدة في جعل المدرسة المغربية جسرا للارتقاء الفكري والاجتماعي والاقتصادي، وذلك أننا ندرك المسؤولية السياسية الملقاة على عاتقنا للتخفيف من الأعباء والتكاليف المالية التي تثقل كاهل الأسر المغربية باعتبارها النواة الصلبة لأسس تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ومغرب الغد الذي نطمح له جميعا. لذلك على الرغم من كل التحديات والإكراهات، وفرنا كل الاعتمادات المالية والاستثمارات الضرورية بهدف تطوير المنظومة التعليمية الوطنية والنهوض بها، مما سيساهم بكل تأكيد في تطوير أبعاد التماسك الاجتماعي وتحقيق الإنصاف، تكافؤ الفرص، وتكوين جيل جديد من الشباب المغربي قادر على مواجهة التحديات العالمية الجديدة. وشكرا لكم. Thank you.